سيرين عبد النور تفاجئ الجمهور بشكلها. والدة وسام بريدي في أول ظهور وزوج فاطمة الأنصاري يتبرأ منها. أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن شوقها لأيام الطفولة من خلال صورة لها من تلك المرحلة نشرتها مع والدتها. وظهرت سيرين في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على تويتر وهي طفلة تقف أمام شجرة عيد الميلاد وتجلس والدتها إلى جانبها محاولة الإمساك بها كي لا تقع. وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: الطفولة أجمل حكاية بريئة، لو استطعت الرجوع إليها لما كث بها أبدا الدهر، صورة أنا وأمي. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة سيرين في الصورة، إذ أكدوا على أن ابنها كريستيانو يشبهها كثيرا وهي صغيرة. من جهة ثانية، نشر الإعلام اللبناني وسام بريدي لأول مرة صورة له مع والدته، عرب فيها عن حبه الكبير لها. وظهرت والدة وسام في الصورة التي نشرها عبر صفحته الخاصة على إنستغرام وهي تتوسطه إلى جانب زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، وحرص في تعليقه على التعبير في حبه الكبير لهما، وقال: ربتني لكي أختار الأفضل حبيباتي. أنا أدري ذوقتهم نظرة عيونك وصاروا من حلاوتها. وعلى صعيد آخر، صدم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب أبو شهري المتابعين بما فعله بزوجته الفاشينيستا فاطمة الأنصاري حيث تبرأ منها أمام العلن. وفي التفاصيل، تصدر خبر انفصال فاطمة ويعقوب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنهما تزوجا منذ فترة قصيرة. همتني إنسانة واحدة، طبعاً غير والدتي، همتني إنسانة واحدة. وفي أول ظهور له بعد الضجة الكبيرة التي أثارها خبر الانفصال، أطل يعقوب من دون خاتم الزواج، وهذا ما أكد الخبر المنتشر، واعتبر المعلقين أن بتصرفه هذا يكون قد تبرأ منها ومن علاقته فيها. وكان قد كشف أحد المتابعين بمنشور أن يعقوب كان قد طلب من فاطمة عدم نشر صورها والابتعاد عن الإعلانات، وهذا ما التزمت به فاطمة وهي في لندن. لكن عندما عادت إلى السعودية حصل ما لم يكن متوقعا، الأمر الذي أدى إلى نشوب الخلافات بينهما. خذي ضيعاني القلب لك